هجمات شمال القسنطيني ومؤتمر الصومام اثنان من أهم الأحداث المفصلية في تاريخ ثورة التحرير، هو ما تناوله المشاركون في ندوة تاريخية نظمت أحياء للذكرى المزدوجة المصادفة لتاريخ 20 أوت. نحن أمام حدثين بارزين من تاريخنا الوطني متمثلين في هجمات تاريخية على الشمال القسنطيني بقيادة زيغوت يوسف وانعقاد المؤتمر المعروف مؤتمر الصومام اللي كان هو الأول والأخير داخل التراب الوطني. الحدثان يوحيان إلى نقطتين أساسيتين، هو لم الشعب الجزائري وجعله يحتضن ثورته أمام وجود قيادة راشدة اقتدى بها الشعب الجزائري. النقطة الثانية كان تحديا كبيرا وردا على وجه الخصوص لكل الشكوك ولكل المرامي الخداعية والمكر من طرف الاستثمار الفرنسي. توسيع رقعة الثورة التحريرية لتشمل كل التراب الوطني هو ما سعت لتحقيقه هجومات 20 أوت 1955، أمر أكده اجتماع مؤتمر الصومام عام 56 الذي أعاد تنظيم وهيكلة الثورة بتكريسه لمبدأ الوحدة الوطنية. هذه الأحداث غيرت مجرى التاريخ من خلال ماذا؟ من خلال أنها ساهمت في استمرار وديمومة الفعل الثوري الذي أوصلنا إلى استعادة السيادة الوطنية سنة 1962، وأعتقد أن هاتين المحطتين مهمتين جدا لإسقاطها في واقعنا اليوم من أجل ما يسمى العمل على بناء الوحدة الوطنية وتحصيل الشباب أو تحصين الشباب بالوعي التاريخي. الندوة التي نظمتها وزارة المجاهدين وذوي الحقوق في اليوم الوطني للمجاهد عرفت أيضا تكريم رجال شاركوا في الثورة التحريرية عبر مختلف ولاياتها التاريخية.